عندنا دبابي معليش ربما نحن ضد الحمله التي تعرضت لها، ولكن حتى نكون منصفين سيد مهدي بن عبيد، حتى هنالك بعض لاعبين سابقين، بعض زملاء اعلاميين محللين في تونس قزموا المنتخب الوطني، قزموا اللاعب المحلي الجزائري، بعض المعلقين على شكل شوالي دخلوا في متاهات اللغه العربيه والدين الاسلامي. فهذا امر مرفوض. اعطيني كمل لك، اعطيني كمل لك. تفضل تفضل. اعطيني برافو عليك. فضل. نقطه مهمه جدا. هناك من يقول انه المنتخب الجزائري استفاد من اللاعبين الموجودين في الدوري التونسي، انا نقول صحيح استفاد منهم على مستوى الكوباراب، وبدران يلعب اساسي في الليكيب ا، وعندك بن عياد. هناك خطا كبير، اسمعني انا الفودوني يا سيزار، شو كي بارتي يا سيزار، هناك غلطه تاريخيه في حق الاشياء هذه اللي قالها الشوالي. اليوم انا نحمل الشوالي كل الاخطاء اللي قالها والكلام في حق اللعيبة الجزائريين وكره القدم الجزائري والمنتخب الجزائري. ليش؟ انا نقول لك شيء، فما ناس تاجلوا عبد المجيد الشتالي عملاق التدريب في تونس، انا علمني كوره والدي هذاك، اش يقول لي؟ يقول لي احنا ليكيب تاع لفلان علمتنا الكوره عام 58. ليكيب تاع لفلان يوم جاوا استقروا في تونس، الجيري عندها فضل كبير علينا، الجيري علمتنا 58، قال لي علمونا كنا نخسروا معاه 8 بلاش، قال لي ونخسروا 7، واسمعني وقال لي ولينا نخسروا 4-3 نسجلوا 3 اهداف، ونخسروا 5-2 ونسجلوا هدفين، حتى لين اون كومونسي ا كونستروير اون ايكيب ناسيونال، احنا مازلنا في الاستقلال. الور علاش؟ خليني نرجع ونقول هذا خطا تاريخي، خطا تاريخي، خطا تاريخي وقع فيه الشوالي، وبصراحة عيب عليه أنه يتصرف بهذه الطريقة، لأنه مس تاريخ كامل، تاريخ جغرافي، تاريخ سياسي، وتاريخ خلينا نقول فضل تاريخ سياسي، وتاريخ جغرافي، وتاريخ عربي، وتاريخ أشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا اليوم تمست. لكن احنا نقول يعني الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه الأخير، فهمني اليوم هذا ما يمسش من تاريخ الجزائر وتونس والمغرب، خلينا نقول والروابط الدمويه اللي تربطنا. نرجع لموضوعنا الكروي مره ثانيه، نقول انه فضل كبير للفريق لفلان اللي اسس على اسس حديثه كره القدم التونسيه. وما نجيش احنا نقولوا اللاعبين الموجودين توا في الدوري التونسي تطوروا على خاطر، بالكونترير احنا الدوري نتاعنا تري 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 فابل. أنا حتى في وقت الاستديوهات التونسية تكلمت تقول احنا عندنا دوري يعني يصنف أول في أفريقيا، أنا كنت معارض الناس كل، لست خالف تعرف وإنما أتكلم الحقيقة ولا أخاف لوم التلائم. احنا عندنا دوري تري مويان، انفراستركتور زيرو، تفهم فيها أربيتراج، تعرفوا السيتياسيون، لي بروبليم فينونسيين تاع الكلوب. أنت كاش تقول لي طورت لي زالجيريان؟ لي زالجي جوار الجيريان هما سون دوي وجاوك دي جوار بروفيسيونيل دو هو نيفو، أو كونترير لي دو شامبيونز ليغ تاع ليسبيرونس كان فيهم توغاي وكان فيهم بدران وكان فيهم برغيث وكان فيهم بنزاح، هذه حقيقه. والبلايلي والبلايلي سي غراس ا 5 شهور الجزائريا ما كانش ليسبيرونس تيس دو فوا كونسيكوتيف لا شامبيونز ليغ، فهمني. ونعرفوا بونجاح كي كان في ليتوال التيتر اللي هزم. على كل هذا موضوع ثاني، نرجعوا نتكلموا نحن على موضوعنا، موضوعنا المهم اللي الكوب دافريك نحضر